الكلمة الآن لحامل الأمانة من صاحب الأمانة الحبيب ابن الحبيب الغالي وعد لبنان وسعد لبنان رئيس ديار المستقبل دولة الرئيس سعد رفيق الحريري. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأصدقاء ورفاق الدرب في 14 أذار، أيها الأحبة في تيار المستقبل، في منسقيات تيار المستقبل من كل لبنان، دولة الرئيس، دولة الرئيس الصابر والصادق والوفي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنها السنة الثامنة، إنها السنة الثامنة وأنتم صامدون، ثابتون على الإيمان بالدولة والشرعية، أوفياء لقضية رفيق الحريري. قضيتك أيها الوالد الحبيب في أيد أمينة، جمهورك يا حبيب اللبنانيين وفي للعهد، صابر وصادق على الوعد، لا يتراجع ولا يتخلى مهما كانت الصعاب وما أكثرها. ضريحك أيها الوالد الحبيب لا يزال الحد الفاصل بين الحق والباطل. إنها السنة الثامنة وأمانة رفيق الحريري عندكم هي 14 آذار، تاريخ أكبر من كل الأحزاب، تاريخ وطن لن يموت، لا تفرط بها، لا تتراجع عن مبادئها، لا تخذل الشهداء ولا تسلم لبنان لتجار الطائفية والفساد والممانعة. هم حاولوا بكل الوسائل، بالسياسة، بالإرهاب، بالقتل، بالمال، بالسلاح، حاولوا القضاء على 14 آذار ولم ينجحوا. نصبوا الأفخاخ، زرعوا العبوات، اختالوا القيادات، فجروا الأحياء والبيوت، نظموا الانقلابات وأثاروا النعرات، ولكنهم لم ينجحوا ولن ينجحوا. دماء رفيق الحريري ودماء شهداء 14 آذار أقوى منهم جميعا، أقوى من أحزاب السلاح، وأقوى من مخططات الأسد والمملوك لتخريب لبنان. كشفهم وسام الحسن فقتلوه، كشفهم وسام الحسن فقتلوه، وقبل ذلك كشفهم وسام عيد فقتلوه. تحية في هذا اليوم
يوم رفيق الحريري لوسام الحسن ووسام عيد وكل شهداء 14 آذار. نعم نعم أيها الأحبة والأصدقاء، كشفتهم دماء الشهداء، كشفتهم انتفاضة الاستقلال، فانهالوا عليها بسهام الانتقام، لكن 14 آذار بقيت كالأرز عنواناً للكرامة الوطنية لا ينكسر. شهداء 14 آذار من رفيق الحريري إلى وسام الحسن لم يسقطوا في سبيل مقاعد نيابية أو في سبيل قوانين انتخاب ولا في سبيل رئاسة حكومة أو أي كرسي من كراسي الحكم والسلطة. هؤلاء شهداء السيادة والحرية والعيش المشترك، وليسوا شهداء النزاع على مغانم سياسية. اسمحوا لي أشرب مي. وأنا في الذكرى الثامنة لهذه الشهادة أجدد أمامكم القسم على الوفاء لمبادئ انتفاضة الاستقلال والتمسك بخط الاعتدال الوطني وبذل المستحيل في سبيل حماية وحدة لبنان وسلامة العيش الواحد بين كل أبنائه. الآن حان وقت السؤال الكبير: هل يبقى لبنان على حاله مجرد ساحة مفتوحة لسباق الطوائف والمذاهب، أم نواصل العمل للانتقال إلى مجتمع وطني موحد تدار فيه الخلافات تحت سقف الدولة والشرعية؟ إنه العيب السياسي والوطني أن تصبح الطائفة هي البديل عن الدولة، أو أن يتقدم الاحتكام للطائفة والمذهب على الاحتكام للدولة ومؤسساتها في كل شيء، في السياسة والأمن والدفاع الوطني وفي الإدارة والقضاء والاقتصاد وحتى في اختيار أنماط الحياة. عندما استشهد الرئيس الحريري سقطت رايات الطوائف وارتفعت رايات لبنان، وتمكن اللبنانيون من طرد قوات بشار الأسد بقوة الأعلام اللبنانية. مع الأسف هناك من تستهويه هذه الأيام لعبة تنكيس الأعلام اللبنانية وإعادة رفع أعلام الطوائف، لكن علم لبنان سيبقى هو الأعلى. لبنان أولاً سيبقى فوق الجميع. ليس صدفة أيها الأخوة والأخوات، أيها الأصدقاء، أن تصل موجة الهواجس والمخاوف على مشارف الانتخابات وأن تصبح مادة في السباق
على أصوات الناخبين. وأنا معكم أؤكد اليوم أنني سأكون إلى جانبكم في معركة الانتخابات المقبلة مهما كان القانون معركة الانتخابات المقبلة مهما كان القانون ومهما كانت التحديات واشتدت المخاطر، على أساس مشروع وطني سياسي يرفض التفريط بالدولة لحساب مشاريع الهيمنة والاقتصام الطائفي. وبغض النظر عن مشروعية وصدقية هذه الهواجس، أريد أن أؤكد على الثوابت التي سبق وأعلنتها في شأن قانون الانتخاب، والأهم من ذلك في شأن تصحيح المسار الوطني والدستوري الذي يكفل إنقاذ الوفاق الوطني من الضياع وتثبيت أركان العيش المشترك على أسس متينة. إنني أقر بوجود مأزق تعانيه الحياة الوطنية اللبنانية، وهو مأزق يريد البعض أن يختزله بقانون الانتخاب، فيما نراه تعبيراً عن خلل حقيقي أصاب المثلث الذهبي الحقيقي الذي يجب أن ترتكز إليه دولة لبنان. هذا المثلث هو العيش المشترك والحياد الإيجابي وحصرية السلطة. عقلكم من هنا بادرنا، انطلاقاً من اتفاق الطائف، إلى تقديم اقتراحات واضحة تقضي بإجراء تعديلات دستورية تشمل تعليق إلغاء الطائفية السياسية وتسهيل إنشاء مجلس للشيوخ والمباشرة باعتماد اللامركزية الموسعة واعتبار إعلان بعبدة بشأن حياد لبنان جزءاً لا يتجزأ من مقدمة الدستور. أما حصرية السلطة في يد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية، فهي بيت القصيد في كلمة اليوم. وهون بدي أحكي بصراحة، وبعرف إنه كلامي مش هيعجب البعض. مشكلة السلاح في لبنان، لحظة يا شباب، مشكلة السلاح في لبنان سلاح غير الشرعي بكل وظائفه الإقليمية
والداخلية والطائفية والعائلية والجهادية والتكفيرية هي أم المشاكل في لبنان. كل اللبنانيين يعرفون أن السلاح غير الشرعي مصنع يومي لإنتاج النزاع الأهلي والفتن بين المذاهب ولإنتاج الجذر الأمنية والجريمة المنظمة وغير المنظمة والإرهاب وشبيحة الأحياء ومخالفة القوانين والخطف والفساد واللصوصية والتهريب والاستقواء على الدولة. كل اللبنانيين يعرفون أن حزب الله يمتلك ترسانة من الأسلحة الثقيلة والصاروخية والخفيفة، يقال أنها تفوق بأهميتها ترسانة الدولة اللبنانية. وكل اللبنانيين يعرفون أن ما يسمى سرايا المقاومة هي جهات حزبية ودينية وعشائرية وعائلية ومخابراتية يزودها الحزب بالسلاح والمال وتعمل في كل المناطق اللبنانية. سرايا حزب الله موجودة عملياً بطرابلس وعكار والمنيه والضنيه وصغرتا والبترون والكورة وكسروان وجبال والمتن وبعبدة وعلي والشوف وصيدا، إضافة إلى بيروت والضاحية وكل الجنوب والبقاع. في المقابل هناك فتات من السلاح بأيدي مجموعات ومواطنين وتنظيمات وفصائل لبنانية وفلسطينية خارجة على الشرعية والقانون في بلدات وأحياء، لجأت عملياً إلى هذا الخيار بذريعة الدفاع عن النفس في ظل الحاضنة المسلحة الكبرى لحزب الله وسرايا حزب الله. هذا هو الخطر الأكبر الذي يتهدد الحياة المشتركة بين اللبنانيين. وحزب الله يرفض رفضاً قاطعاً الاعتراف بهذا الواقع ويتمسك بمعادلة كل السياسات بخدمة السلاح. هو مستعد لتقديم رشوة وزارية لرئيس الحكومة على حساب حصة الحزب لقاء أن تتشكل حكومة لا تقترب من موضوع السلاح. وهو مستعد أيضا لمجارات حليفه ميشيل عون بقانون اللقاء الأرثوذكسي للانتخابات ليضمن بقاء البرلمان تحت سقف السلاح. وهو مستعد لأن يمرر تمويل المحكمة الدولية في الحكومة ويتناسى لوليد جملاط حملاته السابقة وموقفه المتشدد من نظام الأسد ودور إيران في قمع الشعب السوري لقاء أن يبقى السلاح خارج التداول. حزب الله لا يستطيع أن يرى لبنان من دون المنظومة العسكرية والأمنية التي بنتها إيران على مدى 30 سنة. وهنا يكمن المأزق الكبير، مأزق الدولة التي تتعايش مع دويلة عسكرية فوق غابة من السلاح
غير الشرعي سلاح كل الأطراف والأحزاب من كل الطوائف، من سلاح حزب الله إلى سلاح فتح الإسلام ومن هم على صورة فتح الإسلام. مثل ما قلت لكم، أعلم أيها الأخوة والأخوات أن هذا الكلام لن يرضي فئة من اللبنانيين، وهو بالأخص لن يرضي فئة كبيرة من الإخوة في الطائفة الشيعية، أي الفئة التي تعتقد أن سلاح حزب الله قوة مضافة للطائفة ودورها. لكن مع الأسف هذه هي الحقيقة، والصراحة تقتضي أن أنبه إلى أن مخاطبتنا لحزب الله لا تستهدف أن تأخذ الطائفة الشيعية بجريرة هذا الحزب. بالنسبة لنا على الأقل، نحن لا نرى ولا نؤمن بأن حزب الله هو الطائفة الشيعية. يا أخوان، عمر الشيعة في لبنان أكثر من 1000 سنة. يا أخوان، عمر الشيعة في لبنان أكثر من 1000 سنة. أما حزب الله فحالة جاءت مع إيران منذ 30 سنة. ولكن ما من أحد يمكن أن ينفي حقيقة أن حزب الله يتخذ من جمهور كبير في الطائفة الشيعية قاعدة لمشروعه الداخلي والإقليمي، وهي الحقيقة المؤلمة التي أتمنى من الإخوة الشيعة أن يدركوا أبعادها ومخاطرها على الوحدة الإسلامية خصوصاً، وعلى وحدة اللبنانيين عموماً، مع يقيني بأن فئة غير قليلة تدرك هذا الأمر وتتغاضى عنه تحت وطأة المخاوف التي يزرعها الحزب حول مصير الطائفة. يا أخوان، مصير الشيعة هو مصيرنا، مصيرنا من مصيركم، مصير لبنان، مصير كل اللبنانيين. ربما يكون حزب الله قد نجح في محو الشخصية الثقافية التعددية التي تميزت بها الطائفة الشيعية على مدى عقود طويلة، كما أجهز على التنوع السياسي فيها، واتخذ من السلاح سبيلاً للتهويل على الشركاء والأقربين. ولكن هذا النجاح هو الوجه الآخر للفشل الذي حققه حزب الله على مستوى علاقة الشيعة مع المجموعات الوطنية الأخرى. لا أريد أن أعود إلى مسألة المتهمين باغتيال الرئيس الحريري ورفض تسليمهم إلى المحكمة الدولية، فالمحكمة بطمنكم تتقدم، والمجرمون سينالون العقاب عاجلاً أم آجلاً. ولكن هل يعقل أن يواصل حزب الله دفن رأسه في الرمال ويرفض أن يرى حال القلق والنفور والانقسام القائم في الساحة الإسلامية بسبب رفض تسليم المتهمين وسيادة منطق الاستقواء على الدولة؟
هل يعقل أن يمنع حزب الله حتى اليوم تسليم المتهم بمحاولة اغتيال بطرس حرب؟ هل يعقل أن نسلم قدرنا بالعيش معا في المدينة الواحدة والحي الواحد والبيت الواحد لمشروع حزبي يرفض أن تكون الدولة هي المرجع لكل المواطنين؟ وهل يعقل بعد كل التجارب المريرة التي شهدها لبنان أن يصر حزب الله على جر لبنان والشيعة خصوصاً للدوران في نفس الحلقات المفرغة؟ منذ 40 عاماً ولبنان لم يتوقف عن الدوران في حلقات التوتر الأهلي والاستقواء بالقوى الخارجية، والنتيجة كانت الاستمرار في تفكيك النسيج الوطني وإضعاف دور الدولة وتشجيع الشباب على اليأس والهجرة. إن أي إنكار لوجود وظيفة مباشرة لسلاح حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية هو إنكار فاضح لجوهر المشكلة. ونحن عندما نطالب بإيجاد حل وطني لهذه المشكلة نقصد بالفعل حلاً وطنياً، حلاً لمصلحة الوطن، كل الوطن، لمصلحة كل المجموعات وحمايتها الحقيقية. فالسلاح الذي يحمي الشيعة في لبنان هو نفسه السلاح الذي يحمي المسيحيين والسنة والدروز وكل اللبنانيين من دون استثناء. الدولة وحدها هي الحل، والجيش اللبناني وحده هو الجهة المؤتمنة على سلامة الأمن الوطني. هذا الكلام أتوجه به بكل صدق وأمانة إلى المسلمين السنة والشيعة وإلى سائر اللبنانيين، وأقول السنة والشيعة خصوصاً لأن هناك من يخشى على لبنان من تفاقم حالة التشنج بين الطائفتين، والتي نقول تارة بنفيها ونعمل تارة أخرى على التخفيف منها، ونلتقي جميعاً على التأكيد بأنها مهما اتسعت لن تكون سبباً لاندلاع الفتنة بين الأهل وبين أبناء الوطن الواحد. لقد اعتاد المسلمون العقلاء أن يرددوا أن لا معنى لوجود لبنان من دون الإخوة المسيحيين، وأن هذا البلد وجد لتكون له رسالة إسلامية مسيحية مشتركة ومميزة في هذا الشرق. واليوم أضيف أنه لن يكون هناك معنى لوجود لبنان من دون المكون الإسلامي الشيعي والسني والدرزي، وأن التكامل مع المكون المسيحي يجب أن يشكل حافزاً مشتركاً لإنهاء التشنج والاحتراب السياسي والكمائن المذهبية.
إنني أريد أن أبحث مع الأخوة في الطائفة الشيعية ومع عموم اللبنانيين عن مساحة أكبر للاعتدال وللدولة الحديثة ولحصرية السلطة بيد الشرعية وللحياد الإيجابي الذي يحمي لبنان، أي عن مساحة أوسع للعيش الوطني المشترك وللحياة المشتركة التي لا بديل لنا عنها. نظام بشار الأسد سيسقط حتماً، نظام بشار الأسد سيسقط حتماً، وسقوطه سيكون مدوياً بإذن الله في سوريا. في سوريا وكل العالم العربي وكل الدنيا، لكن هذا السقوط لن يكون وسيلة لتكرار تجارب الاستقواء بين اللبنانيين من جديد. إن هذه التجارب يجب أن تتوقف عند الجميع إلى الأبد. لذلك إنني لا أنادي بأي تنازلات 14 أذار، ولا لتيار المستقبل، ولا لسعد الحريري، ولا لهذه الطائفة أو تلك. إنني أنادي بتقديم التنازل لدولة لبنان، للشرعية الدستورية، للقانون، للعدالة، للمؤسسات العسكرية والأمنية، للعيش المشترك، ولرسالة لبنان. معلش طولت عليه، بس بدي تسمعوني منيح. في كلمتين بدي أقولهم. سبق وقلت إنه حلمنا هو الاحتفال بمرور 100 سنة على دولة لبنان الكبير، بعد 7 سنين بالوصول لدولة لبنان الكبير المدنية. نحن عدنا خارطة الطريق لهالدولة، ومنعرف شو يعني الدولة المدنية. نحن تيار سياسي مدني معتدل ديمقراطي، وما في حدا ولا شيء حيقدر يجرنا لموقع الطائفية أو العنف أو التطرف. بدي عيدها كمان مرة. نحن تيار سياسي مدني معتدل ديمقراطي، وما في حدا ولا شيء حيقدر يجرنا لموقع الطائفية أو العنف أو التطرف. والله يا ريتني معكم. شكرا والله. يلا قريبا اربك اربك، الله يعينه بس ما ارجع. اسمحوا لي، نحن قدمنا مبادرة، بس مشروعنا ما بيوقف عند هالمبادرة. ونحن بنعرف الأغلاط اللي عملناها، ومش بس ما حنكررها، بدنا نصلحها. الأغلاط
الأغلاط بنعرفها ومنكررها ومنصلحها. مشروعنا نعطي الشباب والشابات حق الانتخاب بعمر 18 سنة. مشروعنا نعطي اللبنانيين واللبنانيات ببلدان الانتشار حق استرجاع الجنسية اللبنانية. مشروعنا نعطي المرأة اللبنانية مواطنيتها الكاملة بما فيها حقها أنه تعطي أولادها جنسيتها وجنسية بلدها. مشروعنا أنه نعيد لهالبلد مكانته بين إخوانه العرب ومكانه على الخريطة الدولية. مشروعنا نجدد الأمل عند كل اللبنانيين ومرة جديدة نحط الوضع الاقتصادي والتنموي والمعيشي على خط التحسن ونوقف الانهيار يلي عم بيعانوا منه كل اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق. نحن مدرسة رفيق الحريري، ونحن بنعرف نحن مدرسة رفيق الحريري ونحن بنعرف وكل اللبنانيين بيعرفوا انه نحن بنعرف كيف نشتغلها. لما استشهد رفيق الحريري كل لبنان تذكر كيف كان لبنان، كيف كانت حياة كل لبناني قبل ما يدخل الرئيس الشهيد على السياسة وكيف صار من بعدها. واليوم كل لبناني قادر يتذكر كيف كان لبنان وكيف كانت حياته وآماله ومعنوياته ولقمة عيشه مش قبل استشهاد رفيق الحريري، كيف كان من سنتين وكيف صار اليوم. واليوم كل لبناني قادر يشوف انه المشكلة هي انه في دويلة عم تاكل الدولة، عم تاكل مؤسساتها ونظمها، عم تاكل المرفأ والمطار والدواء والأكل، عم تاكل الأكل والمزود والجامعة والكهرباء والاتصالات. خلصنا بقى اليوم. كل لبناني قادر يشوف انه المشكلة مش خطأ قاتل صار بعرسال، المشكلة سلاح قاتل منتشر بكل لبنان بحجة انه في دولة اقوى من الدولة. كل لبناني بيتذكر انه رفيق الحريري كان حلمه هو نفس حلم كل لبناني من كل طائفة وكل منطقة وكل مكان. حلم رفيق الحريري انه تبطل الكهرباء حلم عند اللبنانيين. حلم رفيق الحريري انه يبطل التليفون حلم، والمدرسة حلم، والجامعة حلم، والطبابة حلم، والطريق حلم، والمطار حلم، والشغل حلم، والعدالة حلم،
والأمن حلم، والأمان حلم، والعيش الواحد حلم. حلم رفيق الحريري إنه تبطل الدولة اللبنانية حلم عند اللبنانيين. واليوم بالذكرى الثامنة لاستشهاد رفيق الحريري، نحن تيار المستقبل، مدرسة رفيق الحريري، وأنا سعد رفيق الحريري، منقول لكل لبناني ولبنانية حيبطل هالحلم حلم. نحن تيار المستقبل، مدرسة رفيق الحريري، وأنا سعد رفيق الحريري، منقول لكل لبناني ولبنانية حيبطل هالحلم حلم. نحن مع كل اللبنانيين حنحول الحلم إلى حقيقة. والخطوة الأولى هي الانتخابات النيابية يلي منخوضها مع بعض، كلنا مع بعض، مع حلفائنا ب14 آذار، مع اللبنانيين المؤمنين بالدولة المدنية من كل الطوائف والمذاهب، المؤمنين بلبنان سيد حر مستقل الموحد الديمقراطي الناجح. الخطوة الأولى لعودة الثقة، لعودة الاستقرار، لعودة الاستثمار، لعودة الشغل، لعودة العيش الكريم، لعودة الحياة الوطنية، لعودة الأمل، هي الانتخابات. منخوضها سوا لتغيير الوضع الحالي، بيربح لبنان وبيربحوا كل اللبنانيين واللبنانيات. رفيق الحريري، نحن اشتقنا لك، اشتقنا لك، اشتقنا لك، وما بتروح لحظة عن بالنا، عن فكرنا، عن عيوننا وعن قلوبنا. يعطيكم العافية، إلى اللقاء قريبا ببيروت وبكل لبنان بإذن الله. عشتم وعاش لبنان. يا بيروت بدنا نصار من لحود البشار.